هينتخب عشان هو حاسس ان ده هيخليه يرتاح. الشعب المصري يا جماعه 50% تحت خط الفقر. فسبتهم كل واحد يقول الكلام هو قاله كلام من ده. بعد كده قلت لهم يا جماعه طب ما قلتوليش، ما حدش فيكم سالني سؤال انا ليه عملت كده معاكم. قالوا اه صح يا استاذ انت ليه عملت كده معانا. قلت لهم الحقيقه انا في واحد كان ليه فضل عليا، وقلت لهم هو الشيخ حازم ابو اسماعيل، والراجل ده هو اللي علمني ان انا اساعد الناس، والراجل ده ممتاز. قالوا مين حازم ابو اسماعيل ده؟ قلت لهم ده يا جماعه واحد مرشح نفسه رئاسه الجمهوريه. والله يا جماعه تفاجئوا ان هم نازلين قالوا على فكره هننتخب حازم ابو اسماعيل. فده بس يا جماعه يديكوا ان في ممكن بسهوله، والله ممكن بسهوله وحاجات سهله جدا تاخدوا الناس. قامت الثوره زي ما انتم عارفين فترة دايما بتاعت الثورات بتفرم كل السياسيين، يعني اذا كان انت بترشح فلان فلاني ممكن شهر اتنين زي حصل موقف وقع وحد تاني ظهر. زي ما انتم شايفين اللي احنا الفترة اللي احنا فيها دي فترة صعبة جدا على كل السياسيين، المفروض يختاروا موقف. انتوا عارفين طبعا السياسيين بيحبوا دايما يدهنوا المواطن، ما بيحبش يخسر حد. الفترة اللي احنا فيها ديت لازم هتخسر حد عشان الناس تبقى عارفة، لازم تقول كلمتك، لازم تقول كلمتك وانت صادق وما تخافش من اي حاجة. الفترة اللي احنا فيها ديت ممكن تبقى ضد اخوك، ممكن يبقى اخوك فلول او بيرشح حد ضدك، مفيش مشكلة. هي دي السياسة وهي دي الديمقراطية ولازم نتعود على كده. سمعت برامج كتير وسمعت مرشحين كتير، يعني بصراحة ما عجبنيش وما اقنعنيش غير البرنامج بتاع الشيخ حازم. ابرز الحاجات اللي عجبتني الشيخ حازم ساعة صدره، اتفرجت على فيديوهات كتير، مقنع في كلامه، ما واضح قدام الناس. بدأنا النهارده الحركة الفعلية على الأرض اسمها ابو اسماعيل مش بس للسلفيين. مقرنا دلوقتي في زي ما شايفين حديقه الازهر، سياسه الاختيار دي مش موجوده في مصر دايما، احنا بنبقى التوابع، يعني حد بيختار واحنا الراجل ده يختار مين احنا هنمشي وراه. فاحنا عاوزين نلغي الفكره دي، عاوزين كل بيت يبقى فيه اكتر من جهه، واحد بيختار هنا، واحد بيختار كذا، واحد بيختار كذا، وده اللي احنا بنحاول نفهمه للناس يعني ان شاء الله. انا جايه لاني بعيد الاستاذ حازم صراحه ابو اسماعيل، وعايزه يعني اي حاجه اقدر ان انا اقدمها ليه وعشان اكبر عدد من الناس يأيدوه ان شاء الله. ممكن يكون الناس فاكره ان انا عشان مثلا منتقبه ان ده بيمثل التيار بتاعي، لا بالعكس، انا شايفه اصلا ان هو احلى حاجه عجبتني فيه جدا انه فعلا لكل المصريين. لو الناس سمعته فعلا هتحس ان هو لكل المصريين، وانه ليه مبدا، ليه فكر، وليه مشروع حقيقي هيغير مصر فيه. عشان كده انا رشحته، واللي طبعا مقتنع بيه هيقتنع، واهم حاجه ان انا بقبل اي حد. وحازم صراحه ابو اسماعيل لكل المصريين.